سجى القاسم مصممة أزياء غير تقليدية، ولكن بنفس الوقت بتحمل التراث الفلسطيني وبتحاول إنه تدمجه ببعض المطرزات وببعض أيضا الموديلات المختلفة والتصاميم المختلفة. اليوم رح نسمع منها أكثر. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير سجى، ويعطيك العافية. شغل عن جد حلو ومميز، هلأ رح نحكي عنه أكثر. مجموعتك اسمها ليليا الشرق. بالضبط. طيب حكينا عن التسمية أول شيء اللي اخترتيها. هو اسم ليليا اسم وردة وحلو انه دمجته مع الشرق، هو اولا واخرا اسم بنتي. حبيبتي الله يخليها. عرفنا السر. ليليا الشرق. هلا احكي لنا عن قلتي انه انت بلشتي بتعملي هاي المطرزات الفلاحي الفلسطيني بس بشكل مطور وحتى تناسب كل الاذواق والفئات العمريه المختلفه. بعدين لما لقيتي ناس كثير دخلوا على هذا الخط قلتي لا انا بدي اميز حالي، استخدمتي الخيط المصري، خيط القطن المصري. بالضبط. في مطرزاتك احكي لنا اكثر. هلا انا بالبدايه كان حابه اللي هو التطريز الفلاحي او التطريز اللي هو التراثي. لما حسيت في منافسه او انه اجمالا صرت احس قطعتي كشكل بتحس انها مالوفه، حبيت يعني اوكي كموديل مختلف لكن كتطريزه فيها ان انا شايفتها، حبيت انه اميز شغلي وأن أطلعه بطريقة مطورة جديدة، فاستخدمت الخيط القطن في التطريز وبألوان كتير زاهية وبتزبط شتاء صيف ربيع خريف، كل الأوقات بتزبط معك، سهرة صبحية عشاء غدا أي مناسبة بتقدري تلبسيها. لسه بدي أقول لك هي بتحل مشاكل كتيرة. بالزبط. لأنه أحياناً بالواحد بيكون في عنده أكثر من مناسبة خلال اليوم وممكن يكون طالع من الشغل وما بده انه يرجع على البيت يغير لبسه كلها. بالضبط. ممكن تكون بالسياره ممكن يحطها فوق لبسته. ما انت عارفه نحن هلا بعصر السرعه. بالضبط. تحسي بدك الشيء البسيط والسهل والسريع والمتميز. بالضبط. وفعلا عمليا زي ما حكت غادة الصبح كانت غادة لابسة إشي، حطت هذا البشت بنسميه فيست. بالضبط. حطت الفيست وتغير الستايل كله طبعا. هاي عباية اللي ماسكيتها بس عباية مفتوحة وهذا الشك يدوي. تمام. كثير حلو. حبيت فكرة اللي هو الإشي الغجري، بميل للغجري. يعني أنا بحب الشيء الشرقي يعني كثير يكون، فحبيت فكرة العقد هذا أنه ينحط على الشيفونة غير شكلها كلياً، مع أنها هي فكرة بسيطة. بس كانت أنها أعطته شكل كتير وأعطتها كمان زي ما بيحكوا يعني تقل للقطعة، لأنه هي كقطعة من هون تقيلة. تمام. طيب إحنا كمان في شغلة من الأشياء اللي قلتي لنا إياها أنه في أشياء يدوية وفي أشياء ماكنة. مظبوط. وبرضه القماش اللي بتستخدميه اللي هو الكريب جورجيت. بالضبط. تمام. نحكي أكثر عن القماشة وعلى الاستخدامات. إمتى بتحب تستخدمي أشياء يدوية وإيش في قطة بتحتاج إنها تكون يدوية وإيش في قطة بتحتاج إنها تكون ماكنة؟ هلأ دائما إذا بتحب القطعة تكون كتير مليانة ألوان أنا بفضل دائما الماكينة، لأنها بتدمج لك كتير ألوان وبطريقة حلوة، يعني بتخلي العين ما تشوف الألوان كلها هيك مع بعض باللحظة الأولى. متبلشي تركزي فيها بتعطيكي فعلا جمالها ونفس الوقت بتكون ملفتة. بالنسبة للقماش أنا كتير كتير بحب الشيفون، بس ما بحب الشيفون اللي بيكون كتير ناعم أو هادل. فاستخدمت الكريب جورجيت لأنه بيعطيكي وقفة وبنفس الوقت بيعطي يعني القطعة إنها تكون هادلة شوي بس بطريقة حلوة، لا بيجي عليك لا بنسل، يعني بتقدر تستخدميه وانت مطمنة، مش انه انا لابسة شيفونة لا رح تنسل لا رح تخرب، لا بتحسيها انه هي ثقيلة يعني. بالزبط. كمان اتقل الكريب من الشيفون. بالضبط. والحلو اللي بيميز شغلك سجى انه كمان محجبات بيقدروا يلبسوه. ما انا بدي احكي لك. وغير محجبات انا ما استهدفت فئة معينة. لا كبيرة لا صغيرة، للسيدة للصبية يعني بتقدر اي حدا يلبسه، بتقدر تلبسيه على الجينز على الليجنز زي ما انا لابسه مثلا. يعني انا لابسته زيك بقدر البسه على جينز بقدر البسه على فستان قصير، يعني بتستخدميه كثير استخدامات. هلا مثلا هاي القطعه قولي لنا عنها شوي. هلا هاي القطعه هي كلفه عاديه. نعم. بس انا حبيت انه ادخل فيها اكثر من موديل، عندك الكم المفتوح وموديل الفراشه هي على اللبس بتبين مع بلت ما احلى، يعني هي باللبس بتعطيك شكل كثير حلو، بتقدر تدخلي البلت من جوا مو شرط انه البلت يكون من برا. ممكن يكون يعني زي مثلا هذه بشكل يعني. أيوه. اذا كان البلت تابع لها بكون جوا. بالضبط. تمام. بالضبط.
تمام. يعني هيك شوي كأنه ستايله مغربي حسيت. تقدر تحكي هيك بس هي فراشة. بس فراشة مطورة. طيب وفي ايش معك غادة كمان بدك تفرجيني؟ كثير كانت عم تفرجينا اياه وبتقول انه نوع القطبة مختلفة اللي كنت عم تحكي عنها القطبة اللي هلا بورجيك. هلا بس بدي اورجيكي هاي قد ايه حلوة وانيقة وبتحسي انه هاي بتلبس الكبيرة للصغيرة بتلبس فكرتها. شوفي كيف مفتوحة زاهية. مفتوحة هي اصلا من هون. بعملها على فكرة على النيلي وعلى الاسود وعلى الاوف وايت. هلا هاي برضه فكرتها بتقدر تدخلي الحزام برضه جوا بتقدر تستعمليها اكثر من استعمال. ايش هي القطبه اللي كنا بنحكي عنها؟ ايوه هذه في قصه وراها يا جماعه. هاي قطبه اللي هي بتقدر تحكي تراثنا. ايش اسمها؟ هاي اسمها طاره. وهي مختصه باي منطقه بالضبط؟ ما في منطقه معينه. هو هذا تطريز يعني بتقدر تحكي اللي هو الدارج. مو خاص. مو هاي غرزه فلاحه او هيك او توب معين انه نقدر نحكي انه بخص بلد معينه او منطقه سوري معينه. لا هي هذا بنقدر نحكي انه هو تراث اللي هو عطاره. هذا التراث الفلسطيني. بس انت طورتي بالضبط. حبيت اعمله. بلشتي تشتغلي فيهم؟ بلشت اشتغل فيهم وكنت اشتغل على الفلاح اللي يلغي. طب الناس كيف بدهم يلاقوكي سجا؟ عندك صفحه مثلا؟ عندي انا موجوده على صفحه فيسبوك. على الفيسبوك بالضبط اسمها ليليا الشرق. لا بالعربي على الفيسبوك. على الفيسبوك بالعربي ليليا الشرق. وعليها رقم تليفون وبنوصل اونلاين دائما لاي حدا. كثير عندي زباين بياخذوا مني اونلاين. وبنكون موجودين بكتير بازارات بتصير ومعارض وقصص زي هيك بتصير بالأردن. كتير بنكون موجودين فيها وبازارات ومناسبات وكمان الناس بتقدر توصي. صحيح. حبيت فكرة طبعاً. الدوائر على هاي كتير حلوة. هلأ أنا لو تعطيني أي قطعة شكل مختلف. بالضبط. لو تعطيني أي قطعة تقولي لي سجى اعملي لي منها موديل لو كانت بسيطة بقصها وبعملها بموديل كتير حلو. ما بتعرف إنها كانت قطعة صغيرة مثلاً. هي هاي الفكرة من شغلي. هذا حبي يعني في الشغل بهاي الطريقة إن أنا أي قطعة صغيرة أقدر أستخدمها. حلو. أنا عندي قطعة بدي أجيب لك إياها تعملي لي. يا ريت تشرفيني. أهلا وسهلا. شكرا سجى لوجودك معنا. يعطيك ألف عافية. تسلمي. شكرا على استضافتكم. تسلمي. أهلا.